لأنه يخدم واحد. ربما حياته كاملة كنقولوا بأنك راك خدمتي مزيان المهنة ديال الحلقة وتفننتي فيها مزيان وربيتي الأجيال تبارك الله راه الحلقة ربوا أجيال. بكل صراحة حنا كنفتخروا بالوالدين ديالنا اللي هما حلاقة كنفتخروا بهم واحد فيها إلى الصور. الحلاق الحمد لله الحلاقة خلاو وزراء خلاو ضباط خلاو أساتذة خلاو محامون. الحلاق دايما الجيل ديالو عامر ما عمرو شفنا شي حلاق كيتعب في السوق. إذن هنيئا هنيئا لنا كنقولوها وخصنا نفتخروا بالمهنة ديالنا. كنقولوا للشباب ديالنا خصنا نفتخروا بالمهنة ديالنا لأن المهنة ديالنا ما كاين بو مهنة أحسن من مهنة الحلاقة بكل صراحة واللي رفعت الأجيال ومهنة شريفة. إذن دوزوا مباشرة للتكريم وغادي نحاولوا باش بدينا بدينا الله يعطيكم بالنظر الغيبي الله يشفو الله يصلحكم وأنا عارف العلم نعافيهم شكون اللي خسر لكن يعاونوا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أطال الله عمره ونحن نترقب بشرف كبير الإطلالة الميمونة لصاحب الجلالة على هذا الإقليم لأن مع إطلالته يأتي الخير الكثير والإنجازات الكبرى لهذه المنطقة سائلين الله عز وجل أن يحفظه في ولي عهده المولى الحسن ويشد أزره بشقيقه المولى الرشيد وبالأسرة العلوية الشريفة إنه سميع يجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسمع الصوت ما بعرف. شكرا للجميع. انتهى اليوم التحية والسلام عليكم ورحمة الله.